أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم. أولى حلقاتنا النهاردة في الموسم الخامس من برنامجكم نور الحياة. الحقيقة النهاردة ضيفتي النهاردة مش جديدة عليكم، سبق إن احنا قدمنا معاها مجموعة حلقات قبل كده، والحقيقة هي تصميماتها وشغلها وكل حاجة هي معبرة عن شخصيتها. معنا النهاردة الفاشن ديزاين المتميزة المعروفة الأستاذة داليا كمال. نورتنا يا أستاذة داليا ووحشتينا، وسعيدة جدا إن أنا أول حلقات النهاردة في الموسم الخامس تكون مع حضرتك. ميرسي جدا، ربنا يخليكي، أنا أسعد أكيد. أستاذة داليا، طبعا سؤال المعتاد بقى، هنقول للمشاهدين من هي داليا كمان. طبعا داليا كمان بسم الله ما شاء الله معروفه طبعا، لان يعني حضرتك ما شاء الله بتشرف القنوات كلها، وطبعا لينا الشرف ان انت تكوني معانا النهارده. ميرسي. سريعا بقى كده استاذه داليا، طبعا انا عارفه ان انت كنت يعني هنتكلم على طول بقى على الموديلات وشغل حضرتك. سريعا بقى كده حضرتك تقول لنا، طبعا احنا عارفين في ظل اجواء كورونا الدنيا كلها كانت متوقفه. تمام. وحضرتك كان دايما بيبقى عندك صعوبه في اختيار الماتيريال والشغل بتاعك، فدلوقتي في ظل الكورونا حضرتك بقى، طبعا عارفه ان انت اسم كبير طبعا في الموضوع، وما شاء الله يعني الكورونا برضو الحمد لله بسم الله ما شاء الله يعني ما توقفتش عند حضرتك، برضو الحمد لله الشغل مستمر. فبرضو عايزه تقول لنا وتقول لكل الساده المشاهدين ازاي كنت بتتواصلي وتجيبي الماتيريال بتاع حضرتك في اجواء الكورونا. هو الحقيقه طبعا الظروف اللي عدت دي كانت ظروف صعبه على الجميع، يعني اكيد طبعا، واكيد كلنا تاثرنا بيها. وكل الناس وكل الاسر اتاثرت بيها اقتصاديا يعني. فكان لازم واحنا بنعمل كوليكشن جديد على العيد الجديد ان احنا نراعي شويه ان الاسعار تبقى في متناول الناس، ونعمل تخفيضات على قد ما نقدر، عشان الناس بصراحه يعني كلها اكيد تعبت في الفتره اللي فاتت. ناس كتير توقفت عن شغلها، وناس كتير ما بقتش عارفه تشوف رزقها ازاي يعني وكده. فطبعا العيد الصغير كمان ما حدش حس بيه، وكل كان مكتئب قوي. ممكن دلوقتي الدنيا ظبطت شويه، فدلوقتي يعني الناس عايزه بقى في العيد ده تحس شويه وتخرج وكده وتحس بالعيد. فحاولنا ان احنا نعمل حاجات تبقى في متناول ايد الناس شويه، من ناحيه الخامه برده تبقى حلوه كل حاجه، بس حاولنا لا انت شغل حضرتك تبقى اسعار معقوله يعني. انت بسم الله ما شاء الله يعني احنا عاملين مع حضرتك سلسله حلقات، يعني 6 حلقات ما شاء الله، فطبعا عارفين شغل حضرتك. ربنا يخليك يا حبيبتي، ميرسي. طيب استاذه داليا، النهارده طبعا هتقولي لنا، طبعا انا عارفه ان انت يعني شغلك متميز جدا، وعارفه ان انت مش متخصصه في حاجه واحده، فبرضه حابه تعرفي الساده المشاهدين طبعا انت شغل حضرتك في ايه بالظبط، يعني مش واقفه على حاجه معينه. انا عارفه ان انت سيناوي، يعني اتفضلي بقى كملي حضرتك. هو انا شغلي الهاند ميد عموما يعني. الحمد لله هو تعرف عني ان هو شغل الهاند ميد. واضح بقى ما شاء الله على يعني انا بحب شغل السيناوي، شغل تركيبات القماش، الشغل حتى لو فيه سواريات، يعني الشغل عموما اللي فيه لمسه الهاند ميد انا بحبه، وبحس ان هو فن بيعبر وبيزود القطعة جمال يعني. فحاولت برضو ان احنا نعمل الحاجات دي على بسيط شوية على كده، بحيس انها برضو لانها هاند ميد طبيعي بيرفع السعر، فاحنا بنحاول ان احنا تبقى الاسعار معقولة. بيبقى شغله يعني تمنه بيبقى اغلى كمان يا استاذه داليا عن العادي؟ اكيد، لان هو بيبقى ممكن اكتر يعني. هو بيبقى ممكن اكتر، بياخد وقت اكتر يعني. المصنع اللي ممكن مثلا ينتج ب 300 حته 400 حته، لا في الهاند ميد ممكن يعمل مثلا 20 30 حته يعني. الهاند ميد يختلف، لان في مرحله الشغل اليدوي في الموضوع يعني، فدي بتاخد وقت. الشغل اليدوي بياخد وقت على المكنه اكيد يعني. طب حضرتك بقى، طبعا انا عارفه برضو ان انت شغلك غير الهاند ميد، حضرتك عارفه برضو ان انت بترسمي على القماش نفسه يا استاذه داليا. والله انا برسم ومعايا ناس ستاف برضو بيشتغلوا يعني. في حاجات اصلا يعني احنا اكيد مش كل واحد يقدر لوحده يعمل كل حاجه. انا عارفه مع حضرتك ما شاء الله اكيد معنا ناس طبعا بتعمل، والناس كلها بصراحه ناس ممتازه وفنانين الحقيقه، سواء اللي بيطرزوا سواء اللي بيرسموا، بصراحه كلهم فنانين حقيقه. هجينا الحمد لله يعني كل حاجه انا بعرف اعملها بايدي، بس طبعا يعني طبعا معنا الناس، هو تيم ورك كله مع بعضه. الحقيقه والله هم كانوا فعلا، انا لما سبق واحنا صورنا مع حضرتك قبل كده في الشغل عند حضرتك في المصنع، حسينا فعلا ان انتم ما شاء الله كلكم اسره يعني، مش حاسه مثلا ان حضرتك مديره وهم بيشتغلوا مع عند حضرتك. لا يعني لا، انت حتى روحك حلوه معاهم يعني. لا احنا بصراحه يعني كلنا اقل عشره فينا بتبقى بالعشر سنين يعني، في اكتر من كده كمان بكتير. فاحنا اسره يعني بصراحه، ومتعاونين، وكلنا بنحب ان في الاخر الشغل ينجح، وده في الاول في الاخر نجاح ليا وليهم يعني. اكيد طبعا، اكيد الحمد لله، يا ربنا يوفقك يا رب. طبعا بقى انا عارفه ان حضرتك بتحضري كوليكشن جامد جدا اتعملتيه للعيد، وفي كوليكشن برده ان شاء الله ان شاء الله برده ان شاء الله نصوره مع حضرتك للمصيف. كلمينا كده مبدئيا عن ما الاستاذ المخرج بس يحضر لنا الصور بتاعت الكوليكشن، كلمينا حضرتك عنه كده سريعا. انا حاولت في الكوليكشن ده اختار الحاجات اللي هي تمشي بناتي وتمشي برده ليدي شويه. طب انا استاذنك بس يا استاذه داليا، معانا اتصال. استاذه فاطمه اتفضلي.
ايوه اهلا بيكي. اهلا بيكي حبيبه قلبي، اتفضلي معاكي استاذه داليا. بس اسلم على مدام داليا. اتفضلي حبيبه قلبي معاكي استاذه داليا. ازيك يا مدام داليا، عامله ايه؟ الحمد لله، ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. مدام داليا، وعايزه اقول لك عامله لي شويه حاجات والله بجد، كل ما يعني حد يشوفها عليا يقول لي جايباها منين. بس انا بصي، انا واحده متفرده في المدينه عندي اللي لابساها يعني، وحاجه يعني بجد فينش خطير يعني. والله ميرسي جدا يا استاذه فاطمه، من الناس اللي ستايلها بصراحه عالي وذوقها عالي، والحمد لله يا استاذه فاطمه جميله منها بصراحه. لا ما شاء الله. طب الصور دلوقتي جاهزه معانا، المخرج بيقول لنا، قول لنا بقى اول موديل يا استاذه داليا تكلمينا عنه كده، اتفضلي. هو انا طبعا بحب اعمل موديلات تكون حاجات سهله في اللبس شويه وسريعه. فالبنات مثلا بتحب الجينزات والبنطلونات، ده حلو قوي، ده سلس كده، سلس كده، وجيلي فيست كات كده، يعني بيتاخد، يعني انت عارفه هو هي لابسه تحت هو بادي وبنطلون بسيط ما فيهوش حاجه، القطعه اللي فوق ادت كل الموديل يعني. فهي قطعه بسيطه وسريعه في اللبس، بس ادت شياكه للطقم كله. لا ما شاء الله، هو يعني بيتكلم عن نفسه استاذه داليا. الحمد لله، يعني طالع عاجب الناس الحمد لله. ما شاء الله، ربنا يوفقك. اللي بعده ده برضو زي كارتي كده، هو ده ينفع مصايف على فكره كمان. هو بسيط جدا، مفتوح من الجنبين، برضو بيتلبس بسرعه، يعني انا بحب دايما الحاجه اللي بتتلبس سريعه. ما يبقاش اللبس فيه بقى تعقيد ونقعد كتير نلبسه، الحاجه اللي تتلبس وتبقى عمليه، يعني هي مش مضطره انها تجيب بقيه الطقم كله عشان تقدر تلبس حاجه كويسه. هي ممكن تلبس الجزء اللي فوق على اي بنطلون عندها، على اي بادي عندها، هيديها. هو ممكن طبعا شغل طقم عربي واحد ممكن يلبسه على كم مره يعني، على كم طقم بالظبط. هو من فوق في الصدر بتاعه بشغل عربي، والجناب برضه عاملينها بالشراشيب البدوي. ما شاء الله، ويعني ادى في الاخر منتج كويس، القماشه منقطه، فيعني مديه في الاخر الحمد لله شكل كويس. لا ما شاء الله، هو يعني بيقول على نفسه استاذه داليا. اللي بعده ده جميل جدا بقى يا استاذه داليا. ده كاردي شيفون، هو ما فيهوش اي حاجه، هو بسيط جدا، معتمد على شكل ده القماشه. ده لايت بقى وفعلا يعني لايت حتى المصيف. لون جميل جدا في المصيف، جميل حتى مبهج، هو الوانها كلها جميله يعني. ده الوانه في منه البيج والبصلي، في الوانه كلها حلوه، الوانه فواتح والوانه كلها حلوه. وهو برده في المصايف سهل جدا جدا يتلبس على زي كشميو كده، او على جينز بالليل يعني. ده او ده ممكن يلبسه في كلتا الحالتين. اللي بعده ده كاردي ملس، طبعا الملس انا لازم احطه في كل شيء، لازم يعني. دي بصمه البنات استاذه داليا، ده شغل حضرتك الاصلي جدا، هو من الحاجات الانيقه جدا يعني. وحطيت له برده شغل ثانوي وبدوي، انا كنت عاملاه قبل كده على جابونيز كده، المره دي عملته بكم، وبرده يتلبس على جينز. برده مدي ستايل لذيذ يعني، لو اتلبس برده في مصايف هو حلو يعني. جميله جدا ما شاء الله. اللي بعده ده برضو خطير جدا يا استاذه داليا، بسم الله ما شاء الله، يعني ده كل تصميماتك مختلفه يعني وجميله. ده طقم على بعضه شروال وكاردي من فوق، وانا عامله الحزام من لون الكاردي، ومدياله همسات بسيطه هاند ميد، كله فري سايز يعني. لبس كل المقاسات، بحاول برضو ان انا ما اقيدش الناس بقصه المقاسات دي، وبالذات بقى بعد كورونا في ناس كتير يعني. انا بقى بقول يعني ناس كتير قعدت في البيت فاشتغلت على الاكل. فانت بقى صراحه بترضي كل جميع الاذواق يعني. الحمد لله الحمد لله. ده برضو جميل جدا، ده بنشو برضو فري سايز، برضو ده ممكن يتلبس في مصيف على اي طقم، برضو في الخروج العادي حلو يعني، وسلس في اللبس، كل الشغل بتاعه هاند ميد بالخيط والابره يعني، مش معمول بمكان التطريز نفسه، مش بالمكان. ما شاء الله عليك يا استاذه داليا. ده برضو ده نفس الموديل الاصفر، نفس الموديل الاصفر بس اللون تاني، الوان تانية. انا عامله منه اللون ده واللون الاصفر. لازم بصمه حضرتك في الحمد لله الهاند ميد يعني. الحمد لله. ده كاردي ممكن يمشي سواريه وممكن يمشي عادي، بس عايز بعد الظهر. ده برضو شيك قوي برضو يا استاذه داليا. ده معمول بالبياض الجانجا، واحنا عاملينه بقى مثبتينه بطريقه وردات وكده. طب خامه القماش ايه بقى يا استاذه داليا؟ ده شيفون. انا قلت كده ما شاء الله، ده شيفون شيك جدا يعني، بسيط وسهل. ممكن كمان ينفع بالليل سواريه. هو ينفع بالليل سواريه، وينفع خروج بعد الظهر، لكن ما ينفعش الصبح. ما ينفعش الصبح يعني، الصبح هيبقى صعب شويه عشان البياض. بس ده برضو كاردي شيفون، القماش ديجراديه وعليه شغل العربي، برضو بسيط للمصايف ويبقى حلو المصايف يعني. ما شاء الله، نشكرك يا استاذه داليا. ناخد معانا اتصال، معلش نستاذنك يا استاذه داليا. الو الو. ايوه ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبه قلبي، اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله. مين معانا؟ ايمان. اهلا مدام ايمان، اتفضلي حبيبه قلبي، اتفضلي معاكي استاذه داليا.
ازاي حضرتك؟ ازيك يا مدام داليا؟ عامله ايه؟ الحمد لله بخير. الاخبار عامله ايه؟ بخير. انا حبيت بس ادخل وادخل مداخله عشان اشكرك على كل ذوقك وكل شغلك، يا رب ربنا من نجاح لنجاح كده يا رب. ميرسي جدا، وفعلا الله انا يخليك. يعني بقالي يمكن اكتر من 20 سنه بتعامل معاكي في شغل وفي ذوق وفي اقمشه، ومش عارفه بصراحه يعني اقول ايه. ميرسي جدا والله، دايما ميرسي لذوقك دايما جدا. يا رب كده، ودايما من نجاح لنجاح، ودايما تمتعينا بذوقك وتصميماتك الجميله دي ان شاء الله. ميرسي جدا، طب ميرسي نسالك يا برضو يا مدام. زباني، وحضرتك قبل كده اخدت ايوه ميدالات من استاذه داليا؟ خدت شغل عربي وخدت شغل هاند ميد وخدت طب ايه راي ترندات. حضرتك فيها بقى؟ يعني اكيد كل تمام اللي والله، شافك بيها يعني كان قالوا لك دي يعني حاجه تمام. مختلفه. انا ما بلبسش حاجه من تصميمها، او لازم حد يوقفني يقول لي انت عاملاها فين. اه لازم لازم والله. اه وبعدين هي بتصمم حاجات من تفكيرها ومن تصميمها، هي بتبقى حاجات فعلا جميله جدا. ده طبعا بيرجع طبعا للاستاذه داليا، يعني هي بتحاول تختار التصميمات بتاعتها، بتمدك اه فيها تصميماتها من تصميمات كتير جدا نفسها، بتكون مختلفه وهي عن اللي اي حد عاملة طبعا. دايما، هي اللي اه عامله تصميماتها بدماغها وبايديها، وشغل الهاند ميد بتاعها هو دايما هي نفسها والله عايزه اقول لك ليها يعني بصمه مختلفه جدا. انا نفسي لبست من جدا. مدام هي داليا، كل حاجه عايزه كل اقول لك حاجه الكل والله كان بيوقفني ويسالني والله العظيم. يعني طب انا هقول حاجه على فعلا الهوا، والله. انا هقول حاجه على الهوا والله، في ناس مره كنت لابسه كارد من مدام داليا والله اخدوه مني. تمام. انا أنا عايزه فاكره يا ان مدام انا داليا، عارفه ومدام الموضوع ده. داليا جابت لي غيره والله. عايزه اقول لك ان هي تقريبا اول واحده كانت مصممه قصه الكمام، ان اه يبقى حضرتك لابسه بلوزه قط او اه نص وتعمل لها هي كم، كانت هي اول واحده مصممه. وانا كنت دايما اتسال ايه اللي هو اللي الكم انت لابساه المنفصل، وايه اللي كم انت التصميم عاملاه. المنفصل دايما ما فيش حاجه بلبسها انت من عاملاها. مختلفة. والشغل الهاند ميد بتاعها كمان فظيع، وهي كل حاجه بتبشر عليها بايديها، وحتى التدريج التشطيب بصراحه. بنشكرك يا استاذه جدا، امين، ميرسي شكرا جدا. لحضرتك قوي، شكرا فعلا يا استاذه داليا، فعلا تصميماتك مختلفه. فاكره الكارد انا بتاعك؟ فاكره الواقع دي فعلا لا حضرتك. يعني انت فعلا، لا والله يعني شغلك متميز جدا غير اي الحمد حد لله والله، صراحه ده يعني بفضل بجد ربنا والله. والله، ده بفضل ربنا الحمد لله. لا يعني انا احس فعلا والله انت فعلا بتتعاملي مع ربنا في كل شيء، الحمد حتى لله في الحمد لله. شغلك يعني، حتى ما بتحاولي تجيبي الخامات والماتيريال، لان لما جينا عندك فعلا المصنع شفنا فعلا، لمسنا ده بعينينا فعلا الخامات والماتيريال والشغل، وفعلا انت بتتعبوا في الحمد لله. هي يعني عمليه الشغل. ضمير، وهي اسم اولا، يعني انا ما بدي حد حاجه والماتيريال وحشه، ما هو لازم في الاخر هي اسمي اولا واخيرا، وهتسالي يعني، فانا لازم ادي حاجه كويسه وادي منتج كويس. يعني من ناحيه بيبقى لازم الواحد عنده ضمير فيها اكيد طبعا، ومن الناحيه الثانيه برضو ده اسمي وسمعتي اللي هستمر عليه اكيد. شو يعني اكيد اللي هو بيبص للحاجه انها تبقى رخيصه خلاص وتعدي، بيجي له فتره وبيقع يعني خلاص ما بيكملش. ان شاء الله. اللي بيعتمد بقى ان هو يبقى دايما عند حسن ظن الناس فبيستمر اكيد يعني. اكيد طبعا، الحمد طبعا. لله يعني يا رب دايما كده قدامي استاذه داليا، واسم دايما كده ان شاء الله. عارفه برضو ان انت بسم الله ما شاء الله دايما بتكرمي في مهرجانات كتير جدا، الحمد لله، وقنوات كتير جدا بيحاولوا برضو ان هم يكلموا حضرتك. انا عارفه ان انت ما شاء الله ربنا يعني، يخليكي، ده بفضل وطبعا الله والله. حظ ليا طبعا ان انا بتشرف بيك طبعا، بس احنا انا والله علاقتنا ببعض حظي. مش اصدقاء صراحه، احنا اخوات اصلا يعني، انت الحمد لله عارفه. يخليكي انت استاذه طبعا انا عارفه ان انت كنت عامله مفاجاه طبعا لكل المشاهدين، عشان خاصه للعيد طبعا وظل كورونا، ان انت طبعا كنت عامله بقى تخفيضات جامده عشان العيد، فحابه طبعا حضرتك توضحي للمشاهدين. احنا عاملين والله تخفيضات عشان العيد زي ما قلت لحضرتك، من ظروف موضوع كورونا ده في تخفيضات دايما معانا، وفي تخفيضات عاملينها كل ويك اند هتبقى في الافرع بتاعتنا. دي هتبقى من خلال الفرع يعني، هتبقى بننزل السعر للنص ده لحد العيد. خميس جمعه سبت من كل اسبوع، احنا كده خلاص اللي فاتوا وكده، وفاضل بقى الاسبوع الجاي ان شاء الله. يا ريت برضه تقول لنا العناوين وارقام التليفونات، انا عارفه برضه ان حضرتك فتحتي سنتر جديد، برضه تقول لنا برضه كل هو المشاهدين عشان يعرفوا ان شاء برضو. الله المحل في المول فاميلي مول، احنا في الدور الاول، محل سمارت فاشون الدور الاول فوق الارضي، محل سمارت فاشون ده في مدخل الحي الاول في اكتوبر، وفي الشيخ زايد في 64 الحي 16 زي مكتب توزيع كده، جنب مول المزار كده، ده برضو شو روم يعني. وفي بقى المصنع الاساسي بتاعنا ده في القناطر، وعاملين جنبه برضو محل العرض يعني في القناطر. حضرتك شرفتونا وصورتوا عندنا كان مره، يوم جميل والله يعني، والله وانت ما شاء الله ضيافتك كانت جميله جدا يعني. بجد والله يعني اخر كرم بجد والله يا استاذه داليا، الله يكرم. طيب برضو مواعيد الشغل حضرتك برضو من امتى لامتى؟ المواعيد من 12 ل 9، يعني هي كل الناس في المول بتفتح في الفتره دي من 12 ل 9، وبرده في المصنع بنفتح من 12 ل 9، والشوروم كذلك. بس
يا رب يوفقك يا رب. عارفه برضو كده تحبي تدينا نبذه عنه سريعه برضو؟ انا عارفه ان انت مجهزه كولكشن جامد جدا للمصيف، ان شاء الله نبقى نتناوله مع بعض في حلقه بعد كده. برضو نبذه سريعه عنه كده. طبعا انا يعني عارفه ان انت بتحاولي، عارفه تغيري من مود الناس يعني، والله عشان الكورونا يعني بنحاول اكيد. انا يعني اللي انا حاساه اكيد الناس حاساه، كلنا حاسين ان احنا محتاجين نحس ان الحياه راجعه طبيعيه. بس طبعا مع الحذر اكيد يعني. اكيد طبعا. يعني كلنا محتاجين نحس ان احنا نرجع لنا تاني، نخرج ونلبس ونحضر مناسبات ونجتمع مع العيله، واكيد يعني احنا نحافظ على نفسنا اكيد. بس اهم حاجه طبعا ان احنا ده بنعمله دلوقتي بحذر، نتمنى بقى بعد كده نعمله واحنا حاسين ان احنا طبيعيين ورجعنا نجتمع باهلنا واصدقائنا على خير بدون اي قيود يعني. وبالنسبه للمصيف احنا دايما بنختار الحاجات الواسعه والمشاته تكون طريه جدا وسخيه، الحاجات اللي على الشيفونات، الحاجات اللي على الحرير. نعتمد بقى على نقشات القماش او على تجميل بالايتامينات والحاجات دي البسيطه. يعني الحاجات المصيف مش محتاجه شغل كتير ورغي كتير في التطريز بتاعها، بتبقى حاجه بسيطه جدا بقى، بتبقى حاجات بسيطه وتعتمد بقى على القماشه تبقى طريه وواسعه، كارديجانات مفتوحه، كارديجانات مقفوله، حاجات سلسه برده ممكن تبقى على جينز سهله بقى عشان مصيف ما هو بالظبط. بالظبط. طبقات فوق الحاجات اللي هي زي الكشميوهات وكده. بس وان شاء الله يبقى مصيف سعيد على الجميع. يا رب يا رب يا رب يا استاذه داليا يا رب. لا بجد والله يعني انا عارفه فعلا شغلك متميز بجد والله العظيم، يعني حتى احنا لمسنا ده حتى يعني مش في موضوع كاردات كمان، انا عارفه ان انت ما شاء الله متنوعه في اكتر من كده كمان يعني. برضو وضح لنا يا استاذه دانيا، عارفه برضو بتعملي عبايات؟ احنا بنعمل عبايات، بنعمل الشروال والحاجات دي، بنعمل الحاجات الكاجوال البناتي بس بنديها لمسه هاند ميد بسيطه. وبنعمل حاجات اللي تمشي ليدي وتمشي سن برضو كبير، يعني عاملين حاجات عبايات اسود في اسود برضو ماشيه يعني، عشان برضو احنا فتره، انا بحب دايما احنا شغلنا دايما يمشي مع الفترات والمواسم. يعني في عيد الام ماشيين مع عبايات عيد الام، في العيد نمشي على ندخل الكاجوالات، وفي رمضان المصايف كذلك، وفي رمضان حضرتك كنت عامله برضه صورنا مع حضرتك قبل كده بالظبط. لازم يعني نحس الناس ان سمارت معاهم، سمارت فاشن معاهم على طول يعني في كل مناسبه. في كل مناسبه يا رب دايما يا رب دايما يا رب. طب حضرتك يعني مقتصره يا استاذه داليا، يعني حاولتي تغيري من العبايه بدل ما تبقى لون اسود بس زي العبايات التقليديه؟ انت عارفه ان انت قبل كده غيرتي فيها، فبرضه عرفيني يا استاذه داليا. احنا بنحاول زي ما قلت لحضرتك الشغل الهاند ميد، مثلا احط الهاند ميد ممكن اعمله مثلا على الديل من تحت بدل ما انا عاملاه من فوق، احاول اعمل له قصه في الوسط. يعني احنا بنحاول نغير، بحاول ادخل الشيلان الفلسطيني ادخلها مع في العبايه مع ساعات ادخل الفلسطيني مع الملس مع القماش نفسه، قماش العبايه نفسه. انا بتعامل دايما في الكريب الخليجي ما بتعملش يعني في الحرير بصراحه، يعني بحس انها بتحرر شويه، بعملها مخصوص للي طالبها. طب العبايات الخليجي يا استاذه داليا هي فعلا يعني بتمشي هنا سوقها في مصر؟ يعني في ناس بيبقى عندها فعلا اقبال عليها؟ طبعا هي في ناس بتحبها اكيد، بس هي ستايلات العبايات الخليجي شويه بقت شبه بعض. يعني يمكن انت بتقدري تجددي في الشغل اللي فيه شغل تراثي. عايزين هي ملهاش سن يا استاذه داليا؟ لا ملهاش سن، هي دلوقتي حتى طلبه الجامعه عادوا بيحبوا يلبسوا العبايه. بالذات المفتوحه، لان المفتوحه بيستعملوها البنات فعلا شفنا كوليكشن لحضرتك عبايات يعني مفتوحه، يعني زي مثلا دي مفتوحه ما شاء الله شيك جدا يا استاذه داليا، على بنطلون جينز على طب هي بقت كاردي يعني. فما بقتش مرتبطه قوي ان ممكن شباب يلبسوها. انا معظم شغلي مصوره على بنات موديل كلهم سنهم صغير، شباب فعلا شفناه مع حضرتك مع كوليكشن سنه صغير. فالعبايه يعني عليهم حلوه، مش ما عادش زي زمان بقى. دلوقتي يقول لك اللي لابسه عبايه لا ده يعني مش شيك بقى لا بالعكس، لا بالعكس العبايه دلوقتي بقت فيها لبس اناقه جدا، شياكه جدا فعلا يعني دلوقتي اولا المجال وسع قوي في التنسيق في العبايات. يعني نشوف الصوره اللي معانا يا استاذه داليا، دي عبايه مقفوله شيفون ديجراديه، دي شيك جدا برضه الشريط. دي انت مغيره خالص ان دي يعني ما حدش يقول دي عبايه، يعني انت مغيره شكلها خالص. هي عبايه بس هي شيفون، هي بقى دي حلوه جدا للمصايف برضه لانها سهله وسريعه في اللبس. تتلبس على مايو، تتلبس على كش على طقم بالليل. عليها الشغل الكوفي وتناسب اي كوفي بالكتابه الكوفي، يعني مديها ستايل مختلف شويه. لا ما شاء الله، يعني التراث العربي برضه انت بتدخلي فيه شغل كده. انا بحب قوي شغل التراثي وشغل السيناوي الشغل ده بصراحه، هو ده اساس تراثنا يعني، ده تراث بلدنا. وبصراحه هو قيم وحلو، يعني عايزه اقول لحضرتك الملس، ما هو الملس ده اللبس الصعيدي الاصيل.
يعني هو ده الصعايده كلهم كانوا بيلبسوا الملابس كده ماشيه بقى على الخط العربي والفن المصري. انت بقى الفن المصري الاصيل فعلا. عايزه اقول لحضرتك حاجه، البدو في فاشن كتير جدا ما بيتجهوش للخط المصري، يعني ما بي يعني لبسهم ما بيتناسبش مع اي حد. انت ما شاء الله يعني والله انا شايفه التراث المصري بالذات في فن. انا بصراحه ده رايي يعني. طبعا مع احترامي لكل التراث ليه فنه، بس التراث المصري في فن. يعني انت بتلاقي قطعه الانتامين بصراحه معموله بصراحه جميله، السجاجيد اليدوي بتتعمل بطريقه جميله، يعني فيها فن بصراحه. التراث المصري فيه فن فعلا ما شاء الله. ربنا يوفقك. وانا اسفه والله اللقاء جميل جدا بيخلص بسرعه. طبعا انا اسفه عشان تقولي لي الوقت خلص، وان شاء الله نتقابل مع بعض باذن الله على الكوليكشن الجديد باذن الله. طبعا كل المشاهدين الله. ما تنسوش المفاجاه اللي كانت استاذه داليا قالت لنا عليها ان هي عامله تخفيض كبير جدا على كل مدلاتها. احنا بنشكرك جدا وسعيده جدا بحضرتك، وكل سنه وحضرتك طيبه وكل الامه الاسلاميه يا رب بخير يا رب على خير. بنشكركم مشاهدينا، وان شاء الله نوعدكم بلقاء جديد وحلقه جديده من برنامجكم نور الحياه. استنونا في امان الله.